لو أنت رئيس جمهورية نعم راح تنطي جواز دبلوماسي للفنانين؟ أكيد بعد أكيد، لأنه الفنان هو يعني شوف باعتقادي المتواضع وبرأيي المتواضع أنه الفنان يصل للناس أكثر من الدبلوماسي، فيستحق سفير بلده. نعم نعم. بعد إذا رئيس جمهورية أنت راح تقضي بس بالجوازات؟ لا، ايش عندك مهام؟ طلع لهم الهوية الموحدة. زين، يعني شوف أي مسؤول عندما يتسلم المسؤولية لازم يفكر بالناس، يعني باعتقادي أنه الفقراء، أبحث عن الفقراء وأنطيهم ما أعطانا الله،